بذور الكتان من البذور الجدا مفيدة لجمال البشرة وصحة الشعر، وأيضا مفيدة لعملية الرشاقة. كانوا قدماء المصريين يستخدمون بذور الكتان لمحاربة الإمساك، وبالتالي هو يساعدنا على تسهيل عملية عسر الهضم وأيضا عملية الهضم الغذائي وتنظيمها. هذا الشيء راح يساعدنا أكيد على فقدان الوزن وأيضا على زيادة عملية الحرق داخل الجسم. الكتان أيضا يحتوي على الأوميغا 3، لذلك هو جدا مفيد لصحة القلب. كل اللي عليكم أنه تضيفوها إلى أي سلطة أنتوا تسووها، بإمكانكم أنه تضيفون ملعقة ملعقتين منها إلى السلطة، إلى شوربة إذا إحنا نحب نسوي شوربة الحبية وغيرها، بإمكاننا أيضا نضيف الكتان. وأيضا هناك العديد من الوصفات اللي تساعدنا على إدخال بذور الكتان إلى نظامنا الغذائي، وهذا الشيء أكيد راح يساعدنا على زيادة نسبة الشبع وبنفس الوقت على جعل عملية الهضم داخل الجسد عملية جدا منظمة ومفيدة. بذور الكتان وحدها مو مفيدة، دائما الرياضة اليومية مع النظام الغذائي تنطينا النتائج اللي نتمناها، فخليكم ويا الرياضة اليومية.